وقته ماذا يحدث في قليبيا؟ في وقته في قليبيا مواطنين ومجتمع مدني رفضوا تركيز مجمع للنفايات بمدخل المدينة، ونفذوا المتساكنين متاع قليبيا بيان سور من ولاية نابل ونوشتا بالمجتمع المدني وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية بحضور عدد من نواب الشعب معبرين عن رفضهم لأحداث مركز لتجميع النفايات وطالبوا بضرورة إيقاف هذا المشروع. خلينا نسمع شوية للتيمونياج متاع المواطنين اللي كانوا حاضرين في الوقفة الاحتجاجية، ومن بعد نحكي بأكثر تفاصيل في الموضوع. احنا بالنسبة للوقفة الاحتجاجية دي مش هذه الأولانية ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، عملنا قداش الوقفة احتجاجية على أساس احنا بالنسبة لنا احنا مع المشروع هذا، لكن الموقع هو اللي احنا معناه رافضينه على أساس بالنسبة للموقع متاعه مش معقول في مدخل متاع مدينة معناه سياحية، تزيد في التلوث متاع وادي الحجر وتزيد عليه هذا متاع المركز تحويل المنشآت معناه المنزلية. طلبنا خلال الوقفة الاحتجاجية تغيير مكان مركز تجميع النفايات قليبيا اللي هو في مدخل قليبيا محاذي لواد الحجر. احنا مع مركز تجميع النفايات، لكن مطلبنا الوحيد يقع تغييره لمكان اخر على خطر لواد الحجر كارثه بيئيه، يصبوا فيها عامل يصب الوسخ نتاعهم تاع الماء يصبوا في الواد، والواد يمشي مباشره تحر شاطئ عين قرن. نحبوا مركز تجميع النفايات ما يكونش محاذي لواد الحجر اللي هو كارثه بيئيه، نحبوا يكون بعيد على الواد في بقعه اخرى مش في مدخل قليبيا. قليبيا مدينه سياحيه، واجهه قليبيا ما نحبوش نستقبل الزوار ويولي اختناق مروري في مركز تجميع النفايات في مدخل قليبيا المحاذي لواد الحجر. المشروع نتاع مصب زبلة بقليبيا هو مشروع هاي الكتراه نظريا، لكن تطبيقيا هو باش يمثل خطر كبير برشا على البيئة في قليبيا، وإحنا نعرفوا اللي أغلبية المشاريع اللي تتعمل ما يوقعش فيها لا صيانة ولا استمرارية، ولا على ذلك اللي المكان نتاعو بلاصته جت قريبة لواد الحجار، واد الحجار هذا واد الحجار اللي يمثل كارثة كبيرة بمدينة قليبيا. تبعوا الباجات وشوفوا العباد فاش قاعدة تعاني، المصب نتاع المعامل الكل قاعد يصبوا في الوسخ نتاعهم في واد الحجار، وقاعد تعدى البحر اللي اسمه عين قرنس، اللي العباد اللي ساكنه الكل هجت من البحر هذاك ما عادش تعوم فيه، لان يعني البحر ثبت انه بحر ملوث وبرشا امراض عانوا منها الصغار والكبار. نرجع للمصب هذايا، هو مشروع هايل برشا اللي كان البلاصه نتاعو ما تكونش فميكا، نجموا اي مكان اخر، ما نساوش احنا الغزاز ومنزل تميم وبرشا مناطق أخرى وادي الخاطف الكل بشوالي يصبوا فميكا، ويتعدوا من الشوارف اللي اكتظاظ عاد ما نحكيوش عليه، طريق الشوارف اللي يمروا منه من الغزاز باش يصبوا في المصب هذايا اللي كانت تعمل، ومعناتها تلقى حل واحد آخر غير المكان هذا. مشروع ممتاز، لكن اختيار المكان يبدو أنه غير صائب. نحكيه على كارثة بيئية تتعلق بواد الحجر اللي يصب في البحر، واللي البحر تلوث من جرة أنه واد الحجر يمثل مصب البرشة معامل. باش ناخذوا أكثر تفاصيل معانا السيد محمد بن حميدة ناشط بالمجتمع المدني. صباح خير ونهارك زين. صباح الخير للعفاف، وحبيت نشكر راديو ديوان فام على إثارة الموضوع هذايا، موضوع هذايا اللي كما نعرفوا تونس كاملة ولينا ديما نحطوا على التلوث البيئي معناها برا وبحرا. وي التلوث البيئي اللي هو ولات المشكلة الأولى في تونس، مش في تونس، هو على المستوى العالمي الحقيقة محمد، وأنه المسألة البيئية قاعدة هي اللي تاخذ توا في المجال أوسع البرشة أسباب، نظرا للاحتباس الحراري، نظرا للمشاكل البيئية والتلوث اللي على المستوى العالمي تسبلنا في تغيير المناخ، برشة حاجات. دونك احنا في تونس نفرحوا كي يتعمل راهو مصب ومجمع للنفايات، نقولوا يا هاو باش تصير رسكلة، هاو باش النفايات ما تقعدش دون لا ناتور هكيك، العبيد تمشي تصب ويجي وتثمين للنفايات زاده محمود. ولكن الاشكاليه في قليبيا مبدئيا حسب ما فهمنا من الناس اللي تيمونياج نتاعهم، وانه المكان نتاع المصب هو اللي غالط نتاع المجمع هذيه. هل الاختيار نتاع المكان محمد ما كانش بالتنسيق مع المجتمع المدني نتاع الجهه، مسؤولين الجهه، كيفاش تم الاختيار؟ عندك فكره؟
بربي اي هاو جوست بون توا باش نفسر لك باش نعطيك تبسيط للي صار اللي صاير في قليبيا. هو اولا ساعه اسمه مركز تحويل النفايات المنزليه والمشابهه. المركز هذايا تم الاتفاق عليه في منذ النيابه الخصوصيه في 2016. والبارح كنت هبطت فيديو لكاتب العام البلدية اللي هو مازال إلى حد الآن معناها موجود على بلدية قليبيا اللي هو ممضي هو والرئيس النيابة الخصوصية على العقار هذايا اللي موجود في مدخل مدينة قليبيا. كما تعرف احنا في قليبيا رسمها لها شنو؟ رسمها نهارين في الصيف، فهمتني؟ يعني الحركة الاقتصادية نتاعها مبنية على السياحة. الامبلاسمون هذايا نتاع مدخل مدينة قليبيا كان بريفو باش يتعمل فيه سوق للخضر والغذاء، سوق الجملة للخضر الخضر والغذاء. لكن تغير معناها المشروع أصبح مركز لتحويل النفايات، بويسك قليبيا قاعدين نعيشوا زادة في التلوث جراء المصب العشوائي من الجهة الشرقية من قليبيا دول لي ماب. المصب هذايا اللي هو فريمون معناها كارثة على قليبيا، سورتو في الريحة احنا نقولوا البحاري، دونك الدخان الكل قاعد يهبط على البلاد وحاجه كارثه. لهنا الاشكال وين صار؟ الاشكال صار تاع اولا في الامبلاسمون نتاع مركز تحويل النفايات اللي هو في مدخل قليبيا. وكما نعرفوا في الصيف البوبيلاسيون تاع قليبيا تولي فوا تروا، فهمتني؟ هو في كل الاحوال الحقيقه ما يجيش مركز نفايات في مدخل نتاع مدينه زي راهو بالمعقول هكا. بالضبط، كي نحكيو على مدينه سياحيه تستخدم في سياح أجانب في مستفيد معناها سواء توينسا أو غير توينسا، معناها في مدخل المدينة فض الجمالية تاع المدينة نعملوا فيها حاجة اللي هي تعطي الفالور تاع قليبيا، فهمتني؟ نعملوا فيها حاجة اللي هي كي ريبريزونت معناها قليبيا، فهمتني؟ نستقبلوا احنا الزوار، فهمتني؟ بمصب معناها مركز هذا تحويل النفايات، فهمتني؟ وزيد مع الطريق الرئيسي اللي هو الام سي 27 هذا الطريق الرئيسي اللي هو فما سانتور تدخل بها تمشي للبحر، والسانتور اللي تكمل فيها تو دروات توصلك للحمام الغزاز والدرع اللوز والهواري. هذا على مستوى لومبلاسمون. خلينا نزيدوا نقدموا شويه، هما بداوا الاشغال بداوا جوست نحب نفسر لك شنو اللي قاعد يصير. هذا على مستوى الجماليه، على مستوى دراسه الدراسه المروريه في ليزيتيود دامباكت اللي تعملوا، فهمتني؟ هذا المركز تحويل النفايات فيه عديد النقاط السلبيه، من بينهم الدراسه المروريه، من بينهم الارض اصلا، ارض نتاع هذا لومبلاسمون هي ارض فلاحيه، يعني ما تمش تغيير السبها نتاعها. هذا امور قانونيه، هذه مش انا حتى امور قانونيه ما فما اشكال قانوني. امور قانونيه غير واضحه، وباش نقول لك علاش اليوم معناها في الساعة هذيا اللي ترافو قاعدين يسيروا. بداوا الأشغال. الأشغال باش نقول لك وقتاش بداوا، الأشغال بدات من 2019 وصارت بلوكاج، كل مرة تصير بلوكاج إلى يومنا هذا. في رمضان رجعوا للسناف نتاع معناها لي ترافو بدون أي ترخيص قانوني. كي نقول ترخيص قانوني يعني ما فماش صبغة الأرض بقات فلاحية، ما تغيرتش إلى صبغة صناعية. الأرض على شياع، حتى المقاول يخدم بدون ترخيص من وزارة الفلاحة. يعني الموضوع بكله هو كايتود امباكت، فهمتني؟ هو ديجا فيه برشا اشكاليات. سي محمد ما عنديش برشا وقت، ما نجمش ندخل معاك في كل التفاصيل هذوما اليوم. دونك المجمع هذايا قاعدين مواصلين الاشغال فيه رغم الاشكاليات القانونيه هذايا ورغم الرفض نتاع المجتمع المدني للاسباب اللي كنت تقول فيها، ولكن انتم في هالفترات اللي تعديت هذايا كل اقترحتوا حلول بديله مكان اخر ربما يكون هو البديل الافضل للمنطقه؟ سيدي في الموضوع هذايا عملنا ثلاث اربع اقتراحات. كنا عملنا جلسه مع السيده المعتمده الجديده بمعتمديه قليبيا، وراهو الوقفه الاحتجاجيه التلميع عملناها امام مقر معتمديه قليبيا 22 ابريل اللي هو اليوم الثاني عيد الفطر. لومبلاسمون اعطينا اربع اقتراحات قريب.
اللي هما باش يكونوا معناها اولا بعاد على المدخل تاع مدينه قليبيا، ثانيا يكون حتى الطريق هو قريب حتى المصب نتاع الرحمه، المصب سونتر دونفيسمون، كذلك زاده باش نمتصوا الغضب اللي موجود في قليبيا حتى هو غير. تعرف يا سي محمد تنجم يجيوكم متسكنين اخرين في الكاتر امبلاسمون هذوما، هما زيد يقوموا يحتجوا يقول لك احنا ما ساعدناش جبتوا قربتوا، كيما صار في صفاقس، كيما صار في برشا بلايص. معني مشكله كبيره اليوم احنا نحبوا على المجامع هذوما ولا مراكز التحويل نتاع النفايات هذيا تكثر باش ما تقعدش حاشيكم الزبله مطيشه في كل بلاصه وبطريقه عشوائيه وتكثر المصبات العشوائيه، ولكن زيد يفو فيغ دي كونسيسيون بارفوا زيد. راهو مش كل واحد يقول لك ليه بعدها عليا، انا هوني ليه انا عندي نسكن لهنا ليه بعدها علي، يجيك المواطن من جهه اخرى يقول لك ليه بعدها علي، شنو نعملوا؟ باهي نجم نعطيك هكا نقطه بسيطه ونفهموا الموضوع. اولا ساعه بلديه تقليديه ما عندهاش عقارات، يعني العقارات دي تعدوا على السوابع. لومبلاسمون اللي هما ينجموا يكونوا يعني يصلحوا الوضعيه دي، عندنا مازلتين عندها اكبر عقارات في الجهه نتاعنا، وفما عقارات اللي هما تابعين للدوله، يعني حتى اللومبلاسمون نتاعهم بعيد على المتساكنين وبعيد على يعني ديستانس بعيده برشا، وهو في نفس الطريق اللي يوصل لسوندر دونفيسمون. المشكله للعافيه ما تتعمل اتيود دامباكت سو لافيرونمون من قبل يا سي محمد، معناها فما حاجات الوينو احنا ما نشوفوهمش راه، ولكن بالدراسه تتعرف بالضبط. هابش نعطيك النقطة اللي أخطر من هكا في اللي زيتود دامباكت، وأهم نقطة اللي كونه مصب العشوائي تاع سونتر دونفيسمون في الرحمة هذايا اللي هو توا في ساتوراسيون تاعو، وفما دي بي في اللي هو باش يتسكر. أنا نعطي سؤال بسيط لمواطن بسيط، لجور اللي يتسكر سونتر دونفيسمون تاع الرحمة، كيفاش قليبيا في المدخل نتاعها كي باش تعمل لي مركز تحويل النفايات؟ اعطيني النفايات اللي هي نتاع قليبيا وما زلتنيم، وراهو قليبيا كانت هي بركه المبنيه عليها الاتفاقيه. بعد تم ضم ما زلتنيم لها، اعطيني لوجور يتسكر سونتر دونفيسمون تاع الرحمه، النفايات وين باش تمشي؟ باهي سالت حتى خبير بيئي فهمتني اش قال لي؟ قال لي وقتها الدوله تحمل مسؤوليتها. قلت له لا يا سيد سامحني، قلت له كيفاش تم في ليتود امباكت ما كومش عاملين برمي لي بوان اللي لازمهم يكونوا النقاط اللي الواحد يسال عليهم؟ انت لو جور اللي تسكر لك المصب هذايا بالرحمه فهمتني، اعطيني انت شنو كيفاش باش تصرف النفايات نتاعك؟ واضح. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه واختم لي سي محمد ونختم لك. النقطه الثانيه اللي كونوا لو جور احنا في تونس حك راسك وعمل قريب، لو جور اللي عمل قريب العمله بعوامل النظافه نتاع لونجيت او غير لونجيت، اعطيني شنو اللي باش يصير؟ يجيك المتسوق باش يحط حاشاك النفايات نتاع قليبيا وما زلت ميم في الكونتور او في المصب هذايا ويمشي على روح. دونك شنو عملنا لهنا؟ عملنا بوانوار ثانيه برمي الحلول اللي قلنا عليها في نفس المصب اللي موجود في ودي ناس. علاش ما تتركزش تتهيئ لومبلاسمون اللي فم، خاطر فما قداش من هكتار، يتعمل ان سونتر دو ترونسفير في نفس البلاصه هذا اولا. ثانيا لوجور اللي باش نعملوا رسكله وتثمين للنفايات يكون في نفس البلاصه. هما المسؤولين اللي للاسف قليبيا جاوها مسؤولين ما همش بحجم قليبيا، ملي دخلوا لقليبيا هرسله تعملت على قليبيا بصفه غريبه، واحنا نقاسيو في كارثه بيئيه اخرى اللي هي على البحر 11 كيلومتر كونداني من قليبيا، وفي نفس لومبلاسمون اللي يحبوا يعملوا فيه مركز تحويل النفايات بواد الحجار. واضح. يعني لهنا قليبيا معناها واضح سي محمد برا وبحر. واضح سي محمد بن حميده، احنا اليوم حبينا نوصلوا صوتكم بطبيعه كمجتمع مدني كمتساكنين في مدينه قليبيا اللي محتاجين على لومبلاسمون نتاع مجمع النفايات او مركز تحويل النفايات المنزليه والمشابهه، ان شاء الله نرجعوا له بعد نشوفوا شنو التطورات نتاع الاحداث كان هذا في وقته.